سمي لي شخص تتصل به المرأة عندما تكون بحاجة للنصيحة. عفية؟ يلا سمي لي شخص واحد تتصل به المرأة عندما تكون بحاجة إلى نصيحة. بمن تتصل؟ الأم. عفية؟ عفية الزهراء والدتها. أها، وأصالة. خلينا نشوف، أكو احتمال أعلى. الزوج ونعم موجود، ولكن احتمال بعيد. إذا تفضلي أصالة وتفضلي زهراء وخلي نشوف الاحتمالات الموجودة. خلي نشوف أحمد سمي لي شخص تتصل به المرأة عندما تكون بحاجة لنصيحة. الأب. خطأ. المرأة لربما لا تستشير، هكذا جاء الاستبيان. الأب. الأم إيه؟ خلينا نشوف أستاذ عارف شو يقول. إذا الأب ما يعني ما هذا، أعتقد عمتها إذا هي متزوجة. عمتها إذا متزوجة. أم زوجها يعني. حماتها. نعم. إذا حماتها. نعم. وست أميرة. صديقتها. صح. وزهراء مرة أخرى. الخالة. خالتها. قريبتها. خالتها. ها، إذا بقت أدنى ثلاث احتمالات: صديقتها، والدتها، زوجها، حماتها، قريبتها. ثلاث احتمالات. أحمد عندكم خطأ واحد. أختها. أختها. نعم. تعال عارف. نعم. عمها أبو زوجها. أبو زوجها. خطأ. والخطأ الثاني يسمح لكم أن تتفقون، أن تشاورون، أن تدانشون. وست أميرة شو تقولين؟ الخالة. خطأ ثالث. الوقت انتهى. العلواني سيف. اذكر لي أو سمي لي شخص تتصل به المرأة عندما تكون بحاجة للنصيحة. جارتها. الجارة. الطبيبة. أخيرا السيدة هناء. قرري أنت، يا أما الجارة جارة الطبيبة، أو أنت تختارين من تحتاج إلى نصيحة.